المشاهدين في كل مكان، مرحبا بكم معنا في هذه المواجهة المرتقبة. مباراة تلعب في ليلة باردة جدا، وأيضا توقعات تشير إلى سقوط أمطار لاحقا ربما في هذه المباراة. على كل حال الجماهير جاءت لتساند على الرغم من صعوبة الأجواء، جاءت لتشجع على الرغم من ربما سقوط الأمطار بعد ذلك. نتمنى أن لا يؤثر هذا الجو الصعب على مردود الفريقين. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. اعتراض في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. كرة في المساحة الخالية مع كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، كرة إلى الأمام، عدت الكرة ومحمد صلاح، كرة في المرمى، جول. كانت اللمسة الأخيرة تدرس. بهدف مبكر غير متوقع تنقلب عليهم كل الأمور، كيف يمكن أن يردوا؟ هل ينجحوا في العودة؟ يحاول تمريرها من بين المدافعين. محمد صلاح، محمد صلاح، كرة ملعوبة إلى محمد صلاح، محمد صلاح في موقع التسلل. يستعيد الكرة بسرعة. محمد صلاح يحاول أن يلعب كرة بينية. فرصة سانحة للتسجيل ويلعب العرضية. يقطع الكرة، الكرة ملعوبة من مسافة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، كريستيانو، والكرة في الشباك، جول. تسديدة في غاية القوة، يخيل لنا أنها كادت أن تقتلع الشباك من مكانها. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. يستعيدها محمد صلاح، تمريرة محمد صلاح، الكرة في المرمى، جول. هل يكون هذا هو هدف الفوز في المباراة؟ بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. متفوقون بفارق هدف وحيد. كريستيانو رونالدو يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. كريستيانو رونالدو يتعثر ويفقد توازنه، يحتسب الحكم ركلة حرة. يتحرك لوحده، يهاجم، يتواصل اللاعب برمية التماس. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. محمد صلاح،
ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. كريستيانو رونالدو يتدخل يبعد الكرة. محمد صلاح تسديدة جميلة. كرة تعود إلى منتصف الملعب يلعبها لمنطقة الخطر. يفقد توازنه محمد صلاح على تنفيذ الخطأ. محمد صلاح أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. كريستيانو رونالدو مجهود رائع منه، كان جاهز ليلعب الكرة. محمد صلاح تلعب الكرة إلى الأمام. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. محمد صلاح جميلة، رأسية أجمل. يتقدمون بفارق هدفين الآن. هدف غير الأجواء هنا في الملعب على الأقل من جانب واحد. ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. كريستيانو رونالدو يحاول يسدد. محمد صلاح كرة طويلة للأمام. كرة عالية ويمر. تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. أداء جميل، شباك نظيفة، تقدم بهدفين، فريق يحكم وسط الملعب بشكل جيد، فريق يتحكم برتم المباراة. فصل آخر من الإثارة، اللاعبون يعودون من غرف تبديل الملابس. لمسة إلى الهجوم. اللاعب يحاول مرور. فرصة مهمة للعب الكرة العرضية. مرت محمد صلاح. هدف آخر، تألق كبير. كانت في غاية الروعة. إنهم يتقدمون الآن بفارق مريح، 3 أهداف. كريستيانو رونالدو لمسة على اليسار. الآن فرصتهم للمرتدة. كرة طويلة إلى الأمام. خلص الكرة ونجح في إبعادها. واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. كرة طولية من الحارس.
كريستيانو رونالدو يلعبها على اليمين، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، يلعبها طولية. يحصل حارس المرمى على الكرة. محمد صلاح يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. إمكانية مرتدة الآن. مدريد يحصل على الكرة مرة أخرى. الآن إمكانية المرتدة. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. كرة طولية من الحارس كريستيانو رونالدو. يمر ويلعب كرة بينية، لمسة بينية. كريستيانو، الكرة في الشباك، هدف. كرة لا تصد ولا ترد، أجمل تسديدة. يا سلام على الكرة. هل سنشاهد صحوة للفريق في المباراة؟ يلعب كرة بينية. خسر المواجهة أمام خصمه. كريستيانو رونالدو يمر ويلعب كرة بينية، يلعب كرة. كريستيانو رونالدو، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، كان أمام المرمى مباشرة. بصراحة كان عليه هو أن يسجل. لمسة بينية. كريستيانو رونالدو يرتكب مخالفة واضحة جدا. محمد صلاح، محمد صلاح يحاول أن يلعب كرة بينية. محمد صلاح تلعب كرة جميلة. جول، خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. يسيطرون على المباراة، واتسع الفارق إلى 3 أهداف. كل شيء في مصلحتهم اليوم. كريستيانو رونالدو، تغيير اتجاه اللعب على اليمين. محمد صلاح بكل قوة بكل إصرار يواصل المشوار. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ كريستيانو رونالدو، تغيير جميل للعب. كريستيانو رونالدو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. محمد صلاح، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة، وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. فريق الخصم كان يعاني هذا اليوم، بدالي أنهم واجهوا إعصار، لم يكونوا ثابتين متماسكين، انهاروا سريعا.